الحقيقة أنا في وجهة نظري إنها في مجموعة عوامل. نمرة واحد، زيادة تحويلات المصريين في الخارج، زيادة استثمارات الـ FDIs أو الصناديق في الأذون. إلى جانب كده، أنا شايفة إن قرارات البنك المركزي كانت واضحة جدا بالنسبة للعملاء. أولا، هي غطت الاعتمادات المستندية اللي كانت مطلوبة أو مستندات تحت التحصيل. بطاقات الائتمان شهدت الأسبوع اللي فات كمان ارتفاع، سواء في حد المشتريات أو في إن الناس بقت لأول مرة تقدر تدخل وتاخد ما يوازي 5000 دولار عند السفر. فكل ده له انعكاس إيجابي جدا بالنسبة للعملاء. سيدة سهر، طبعا كنا قد شاهدنا تخارج الهوت ماني في أدوات الدين المصرية في الأسابيع الأخيرة. بالنظر اليوم إلى تدفقات النقد الأجنبي، هناك زيادة في تحويلات المصريين من الخارج، ولكن في المقابل إيرادات قناة السويس متراجعة إلى النصف تقريبا بسبب التوترات في البحر الأحمر، ولم يكن هناك أي تخارج للحكومة أو صفقات بيع لأصول جديدة. فهل مصر تعتمد في تحركها والبنوك على أكثر أو تبقى عرضة لتحركات الأموال الساخنة، يعني ونقع في نفس المشكلة التي شاهدناها في عام 2022؟ شوف حضرتك، سؤال حضرتك في النهاية أنا يعني سعيدة بيه جدا. المشكلة اللي حصلت في 22 إيه؟ أنا النهاردة بالنسبة لي المستثمرين الأجانب اللي جايين يستثمروا في الأذون، ده بالنسبة لي مورد دولاري، المورد الدولاري بغطي بيه التزامات ليه؟ فكان قبل كده هذه التغطية بتتم إزاي؟ أنت بتغطي التزاماتك القصيرة أو طويلة الأجل. ولكن بعد ما استحدث السيد المحافظ الأسلوب الجديد، أصبح هذا المورد يغطي فقط بس تحديدا موارد قصيره الاجل اللي احنا بنسميها الشورت تيرم ماتيوريتي ميس ماتش. فبالتالي اصبح التنر او التوقيع التنر بتاع المورد هو زيه زي بالظبط الاستخدام. فهنا ده تفادى مشكله كبيره جدا من كانت حصلت في الماتش. الى جانب كده برضو، ده بيرد على سؤال حضرتك فيما يخص المشاكل اللي حصلت في الماضي وكيفية تداركها في الفترة الحالية. ولكن إلى جانب كده برضو الفوائد في مصر زادت، وبالتالي ده أصبح بيشجع كتير قوي إن الـ FPIs أو الصناديق إن هم يدخلوا يستثمروا. نمرة ثلاثة، التوقعات اللي موجودة دلوقتي على إن الفيدرال ريزيرف هينزل بالفايدة، فده ده بيجعل مصر أكثر جاذبية. كان عم ينحكى أنه سندات مصر وتركيا رح تكون جاذبة للاستثمارات بسبب ذلك. الهامش لصالح مصر. طيب، خلينا نتحدث عن موضوع آخر يلي هو له علاقة بتمويل استيراد السلع غير الأساسية. في يبدو مصادر للعربية بزنس وأيضا تصريحات من رئيس اتحاد البنوك المصرية عم بيقول أنه البنوك بدأت بتمويل استيراد السلع غير الأساسية وسيتم التوسع لرفع القيود عن استيراد 13 مجموعة من السلع. كيف ترين توجهات ذلك وتأثير ذلك على سعر الصرف؟ وهل برأيك ممكن أن تؤدي إلى ضغط على سوق الصرف؟ لا، لسبب، لان البنك المركزي طلب من البنوك في الاول ان هم يحددوا لهم احتياجات الممولين من السلع اللي هي الغير اساسيه، وبالتالي كان عنده رقم واضح من كافه البنوك على الاحتياجات بتاعتهم. بناء على هذا الرقم البنك المركزي وافق على انه هيبقى الاتجاه خلاص ان احنا هنمول هذه السلع، فيبقى هو خد المعلومه واتحرك على اساسها. فهنا مفيش أي تخوف من هذا الموضوع من وجهة نظري الحقيقة. يمكن بتذكر أنه كنت مش مع تمويل استيراد السلع غير الأساسية. هل في تغيير برأيك اليوم؟ هل تعتقدين أنه الوضع صار أريح لتمويل استيراد السلع غير الأساسية؟ الوضع أريح يا فندم بسبب، لأن ده بيعكس أن أنت عندك وفرة عمر، وبالتالي هتوفر هذه الموارد. إلى جانب كده، ما هو اللي بيشتغل في السلع دي ناس كتير جدا موجودين، سواء تجار او سواء منتجين او وبالتالي النهارده عايزه تحركي العجله الاقتصاديه، عايزه تبتدي تتحركي بقى للنمو، فيبقى لازم تزودي القطاعات الانتاجيه الموجوده في الدوله
باحتياجاتها عشان تشتغل، وده هيبقى له انعكاس مش بس على البطاله، لا على زياده الخدمات، على زياده النادي القومي، ثم النمو في النادي القومي. في ظل ما تفضلت به وظل المعطيات الحالية، ما هي توقعاتك لسعر صرف الجنيه المصري؟ البعض يتوقع بأنه هناك لربما عودة من جديد لمستويات 50 مع نهاية السنة، ما رأيك؟ شوف حضرتك، هو المؤسسات الدولية انقسمت الحقيقة في سيناريوهات بنسميها سيناريوهات متفائلة، وفي سيناريوهات بنسميها سيناريوهات متشائمة. السيناريوهات المتفائلة دي مبنية على إن هيحصل وقف إطلاق نار أو المشاكل الجيوسياسية هتهدى شوية، وبالتالي الملاحة هتتفتح، وبالتالي عائد قناة السويس هتبتدي يزيد، السياحة هتشتغل، ومصر داخلة على موسم سياحي كبير اللي هي الفترة اللي إحنا فيه ده. وإلى جانب كده إن أصبح العائد على النهارده موجود في مصر عائد موجب، ما هوش عائد سالب زي ما كان من كام شهر، وبالتالي ده لا يعزز سيناريو الـ50 او اعلى من الـ50. السيناريو اللي كان متشائم بيقول لك لا، انا مستمر في المشكلات الجيوسياسيه، وان الـ FBI مش هيجوا، وان هنرجع تاني لصافي اصول اجنبيه سابق، وهكذا. انا رايي مش يعني انا لا اتوقع السيناريو المتشائم خالص. ليه؟ لان اولا زي ما قلت لحضرتك، اولا الفايده على الدولار هتنزل، الـ FBI متوقع ان هم هيجوا على مصر. نمره اتنين، الاستثمار في الاذون جاذب. نمره ثلاثه، الدوله عملت اخيرا الحقيقه حاجتين في منتهى الاهميه. الحاجه الاولانيه انها بدات تعمل اصلاحات ضريبيه للتيسير على المستثمرين الموجودين، من ناحيه تخفيض الاعباء عليهم، وضع اليات تسويه، موضوع كبير والحقيقه تم طرحه وده لاقى إجابة في الدولة في الفترة اللي فاتت. إلى جانب نقطة مهمة جدا، إن الدولة برضو بتعمل تيسيرات كبيرة للصناعة والنمو بالصناعة، والنمو زيادة حتى الدعم الموجود للتصدير. فكل ده في الآخر هيصب في إيه؟ في زيادة استثمار، سواء استثمار محلي أو استثمار أجنبي. وفي العديد من الحقيقة المستثمرين في قطاعات مختلفة زي الصين وزي دول سنغافورة ودول كتير داخلة في استثمارات موجودة في مصر حاليا. فأنا مانيش مع السيناريو المتشائم خالص حاليا.